في رد رسمي أطلق وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى تصريحات قوية ضد شيخ التيار السلفي في الجزائر محمد فركوس ومنشوراته الأخيرة، والتي تهدف حسب الوزير عيسى إلى إعادة الجزائر إلى سنوات التسعينيات. وأضاف الوزير محمد عيسى أن ما غفل عنه في سنوات خلت ستقف في وجهه الدولة بحزم وبأدوات القانون، واصفا من يدعون إلى الفتنة والتفرقة بالطائفة الغبية الخارجة عن نهج السنة القويمة. لأنها ليست في أهل السنة والجماعة، بل هي في طائفة تختزل نفسها في مجموعتها وتغلق على نفسها داخل أسوارها، وتظن لغبائها بأن الأمة كلها في الخارج، في حين أنها اجتثت نفسها من سياق الأمة التاريخي. هو أول رد فعل رسمي من وزير الشؤون الدينية والأوقاف على الزوبعة التي أثارتها الخرجة الأخيرة لزعيم التيار السلفي في الجزائر الشيخ فركوس، بفتوى قال عنها محمد عيسى إنها مدعاة للفتنة وتكفير عموم الجزائريين، متوعدا بعدم السكوت عنها. وأفكار هذه الطائفة سوف تتولاها الدولة حتى لا تمتد إلى عقول أبنائنا في مساجدهم، ولا إلى تلامذتنا في مدارسهم، ولا إلى طلابنا في جماعاتهم، ولا أن تكون سببا من جديد في إراقة دماء الجزائريين. القانون سوف يطبق، وما غفل عنه سوف يبعث من جديد، وسوف تتأهب الأمة لمحاصرة هذا المد الطائفي استجابة لأمر الله تعالى ورسوله. بقوة وحزم سترد الدولة، هكذا جاء على لسان الوزير عيسى في اتهام صريح لهذه الطائفة بالدعوة إلى إراقة الدماء، بل ذهب أبعد من ذلك بالجزم أن فركوس ومن اتبعه ليسوا على صلة بأهل السنة الحقيقيين ما دام الإقصاء معتقدهم. ومنهج المرافقة سادتي هو منهج سلفنا الصالح، أما منهج المهاجمة ومنهج التصنيف ومنهج الإقصاء ومنهج نزع صفة الإسلام فهو منهج نحلي طائفي دخيل عليها. المنهج الذي نريده أن يعزز السلم في هذا الوطن وأن يعزز السلم في العالم جميعا هو سلم يرافق النفس الضعيفة. في ملتقى الصوفية بغليزان جاءت الإجابة أخيرا، ربما تحت الضغط تحدث محمد عيسى ملتزما بوضع حد لفتاوى تكفير الناس نهارا جهارا وعلى المنابر. وإن صدق وعيد الوزير فإنما أفتى به فركوس قبل أسبوع لن يمر دون عواقب ولا حساب.